اليوم كام يوم الوزارات المعنية هي وزارة الطاقة أو وزراء الطاقة اللي هم البترول والكهرباء والبيئة. طبعاً لما نتكلم على البيان، البيان اللي مكتوب في البيان جيد جداً جداً، ولكن طول كل مرة تيجي وزارة جديدة احنا بنشوف البيان لكن ما بنتابعش البيان ولا بنراقب البيان، وده دي خطوة جديدة اللي بتأكد لنا ان احنا بدأنا في الخطوات الصحيحة. الموضوع كده اللي انا طلبته النهاردة للسيد رئيس اللجنة، قلت له كل اللي مطلوب ان كل رئيس لجنة متخصصة يتابع شغله بنفسه، ان الوزير المتخصص لسكات بترول او كهرباء هيجي لنا كل سنة يقول زي ما بنشوف في الشركات كلها المالتي ناشونال في العالم كله ايه الفوركاست او ايه اللي هيعمله الفترة اللي جاية، ايه الفترة السابقة اللي حققه في خلال السنة اللي فاتت، بدل ما نسيبه لغاية ما يخلص مدته كوزير وفي الاخر يقول لا ده بيشتغل او ما بيشتغلش، لا احنا هنبقى ابديت او دايما عارفين امتى الوزير ده متابع شغله وخلص اللي عليه ولا لسه، عشان نقدر نحاسبه احنا، وده جزء من اختصاصاتنا ان احنا تشريعيين له وراقبين عليه. بدل ما بقى بمعنى كلمه ترقابي انزل اراقب، لا انا كفايه ان اراقب يعني يطلع بيان الحكومه كما اعلن للمواطن المصري. استاذ الاحمدي في المتكلم بالنسبه للكهرباء، طبعا دي اولا اولويات البلد كلها من اول سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء. الكلام واضح جدا ان المفروض في خلال 6 اشهر من النهارده او 5 اشهر ان مشكله انقطاع الكهرباء هتتحل. النهارده الكهرباء هناك بعض الاماكن فعلا بتتقطع، ما نقدرش نقول لا، ولكن هم في طريقهم الى الحل. تركيزهم النهارده في فتره الصيف ان احنا نحاول ما نقطعش الكهرباء على قد ما نقدر، ولكن هناك بعض الاماكن انا عارف لسه بيتقطع فيها كهرباء وبالذات في الارياف، ولكن هم في طريقهم لهذا الحل. ما نقدرش نحكم على وزيرين لسه جايين يمسكوا وزارتين بقى لهم لسه حتى ما خدوش الثقه ولا استلموها، واقول لهم انتوا حليتوا ازاي؟ انتوا لسه ما حليتوش، لسه الناس دي هتقعد مع بعض تشوف الحلول النهائيه لهذا الموضوع، هنوصل في الاخر للنتيجه ان شاء الله وساعتها نطمن المواطن المصري. هل عرضوا على حضراتكم يا فندم اليات او محددات هيتم اتخاذها في المرحله القادمه للتخفيف التدريجي؟ هو لسه ولا وزير منهم النهارده يقدر انه يطلع يقول الكلام ده، على الاقل يديله فرصه بينزل يدرس يشوف ايه مدخلاته من البترول، ايه اللي هيقدر يطلعه، ايه اللي هيقدر يصدره، ايه اللي هيعمله مع الشركات الاجنبيه. الاتفاقيات عندنا اتفاقيات سابقه مع الشركات الاجنبيه لازم تنفذ.